And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. حياتك بعد عني اذا قربت خطوه وحده رح اقتلها. انور قلت لك سبع. عم اقول لك رح اقتلها اذا تلمست بايدك. اديني اديني رميت المسدس. ممكن بقى تسيبها وتكلمني راجل لراجل؟ وصل بطل الحكاية اللي جاي يخلص الأميرة من التنين. أنور أنور كلامك معانا واجهني أنا. طبعا بطل الحكاية ما بيعرف إنه الأميرة بتحبه للتنين، وإذا مات التنين بتموت الأميرة وبصير الأمير يبكي عليها. أنور أنور أنت انت عمرك ما كنت عدوي ولا كنت في يوم من الايام عدوي. خلاص خلينا نفتح صفحه جديده. ها انا خلاص نسيت كل اللي حصل بيننا. انا ما نسيت. نحبس السن النص بسببك. ما نسيت. خلاص يبقى ديانا ملهاش اي علاقه بالموضوع ده. الموضوع ده يخصني انا وانت. حبيبتي لا تجيب اسمع لسانك. قولي له انا مين. سمعي حبيبي سمعت. ايوه سمعت. بس اللي بيحب ما يطلبش من حبيبته انها تقول له انا بحبك وهو حاطط السكينه على رقبتها. لازم تسمع الكلمه دي صح. لازم تصدقها صح. طول عمري اسمعها صح لحتى فتت انت لحياتنا. كم مره قلت له حبيبي؟ احكي. والله العظيم ولا مره ولا مره أنور أنور افهم بقى واعد. ديانا كانت قدامي وانت كنت مرمي في السجن سنة ونص. ما كنت ممكن اتجوزها. كنت ممكن استغل غيابك. ولا غلط. ها ديانا زي اختي بالظبط. وبعدين انا متجوز وبحب مراتي بحبها جدا. معناته اطلع من حياتنا. اطلع حياتك. هي دي حياة عايشة مع واحدة وانت حاطط سكينة في رقبتها؟ مش شايف شكلها؟ شوف شكلها؟ دي مرعوبة، مرعوبة منك. بتتنفض. حب ايه ده؟ أنا عارف إن أنت بتحبها. وهي كمان عارفة إنك بتحبها. بس الحب ده معنى. مش كلمة بتتقال وبس، لا. مش مهم تحبها يا أخي. المهم تعرف إزاي تحبها. إزاي تحسسها بالأمان. مش بالروح اللي هي عايشه فيه ده. انور انا عايزك تعقل. اللي بتعمله ده جنان. ده انا ملهاش ذنب في كل اللي انت بتعمله ده. مش ذنبها اللي انت بتحبها. لا انا بس عايزك تفهم. عايزك ما تتسرعش. ما تندمش على حاجه. انا عايزك تسمعها كده بس. تسيبها بحريتها. تسمعها تقول لك انا بحبك. بحبك كده من غير خوف ورعب وتهديد. خليها تقول لك بحبك. اسمعها مره واحده في حياتك. اسمع الكلمه دي بقلبك.
قولي لي انك بتحبيني. قولي. بحبك. بحبك. أصلاً الفضل كله بيرجع لخالي، طبعاً لأمي معه. بتعرفي نادية؟ بتعرفي إنه أنا مالي عين أطلع فيه؟ أنا بكيتهم كتير. خالي قدم لنا عمره كله وأنا ما قدمت لهم غير الدمعة وبس. غانم ما تقول هيك، العمر بعده قدامنا، بعدين اطلع على الدنيا بعين تاني. انت ليه كل ما اطلع فيك بتبرم وجهك؟ خلص خلينا نمشي. شو بيك زهقت؟ لا لا بس خلينا نمشي. طيب مثل ما بدك. يلا أنا كمال. الحمد لله على السلامة.
قد ايه لك بتعمل رياضة؟ أنا ملاكم. عن جد؟ أنا من أيام المدرسة ما نعمل رياضة. تحبي ترتاحي؟ بعد شوي مش هلا. لكن يلا. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. رياضي هالقد الله يسامحك. حبيت ترتاحي؟ ليك ما نرجع مشي على البيت مش ركض. مثل ما بدك. شو كنت اقول لك؟ يعني انت وخالتك ساعدتوني حتى اطلع سم الحشيش والكحول من دمي، وانا كمان راح المك لرياضه. بس عشرت. شو؟ مش ملاكمة. ماشي. العوافي. الله يعافيكي. شو امي؟ يلا تعالي اشرب قهوه. يلا. تسلم ايديكي. ركي خلي لي اياك، خلي لي اياك الله لك كيف دلدقتهم كمان. خذ هذا انظف. تفضل. تسلموا شكرا. الحمد لله. انا مش عارفه كيف اشكرك، مش عارفه. عشو؟ كان عندي شقفة محل، كنت مفكرة حالي عم بتسلى. لك صار عندي بزنس. ثلاث محلات اسم الله، لك مش عم بلحق. هي بركتك، بيقولوا بركة الأم بتنزل على الأولاد. الله يخلي لك أمك. ذكرتك بأمك مش هيك؟
ليش أنا نسيتها؟ أنا دايماً متذكرها، متذكر ريحة التوبة، صوتها لما بتنادي لي. بجوز هلا تكون فكرتني متت. لا سمح الله، لا سمح الله. أو متشرد بشي مكان. ليك غانم، يعني بدي افتح معك هيك موضوع صغير. تفضلي. خير عمتي؟ ريم يما، ودي اطلب منك طلب. انت تامرين؟ انت ليش رافضه تحددي موعد العرس؟ شوفي ريم، انا امك قالت لي ان انت مو راضيه تسوين عرسك الا لما يجي غانم ويحضر، بس هذا مو حقه يمه. خطيبك ما له علاقه، احنا لازم نفرح. بس عمتي انا ما لا تقولين ولا كلمه يا يمه، ما تقولين الا كلمه واحده. انت مو قلتي لي تامرين؟ انا ما ودي امر عليك، انا ودي اترجاك يا يمه. لا العفو، انت ما ترجيني. اذا كذي عيالي يمه، انا ابيك تعجلين موعد العرس. يا يمه احنا نبي نفرح، كافي كافي هالقلب، شو بيتحمل؟ مثل ما تبين عمتي، كلمي ابوي وحددوا الموعد. ابعد عمري. وانت عم بتقول لي يا امي؟ هذا شرف الي واقل شيء ممكن ناديكي فيه. يقبرني، يقبرني هالحكي، يقبروني. الي طلب عندك. انت بتأمري. الام بدها تخطب لابنها، مش من حقي؟ خطبه؟ خطبه. ايه بس انا بتعرفي شو هاي؟ بس مش انت قلت لي امري؟ وانا ما بدي امرك، أنا بدي أفرح فيك. مين العروس؟ مين بدها تكون يعني؟ نادية. بس أنت بتعرفي نادية وين وأنا وين؟ يعني كيف؟ يا غانم، أنت عشت معنا وعرفنا أخلاقك وعرفنا تربيتك، أنا بعرفك أكثر ما بعرف بنتي حتى، فنحن اخترنا أنك أنت تكون عريسة، شو رأيك؟ يعني بدك تسألي نادية إذا هي موافقة أو مو موافقة؟ لك هلا شو بدك فيها هي؟ أنا عم بسألك لإلك، أنت موافق؟ علي وتقولين ماسكه المحاسبه يا ريم عشان ما تغلط مع احد غيري. انتي تعلميني وين الغلط؟ من تزوجت وانت قاتلت عشان نجوى، خليت اهلك وبيتك وسويت اللي براسك. انتبهي لكلامك احسن لك. اسمع كلام اختك يا سالم علشان لا تقولي ان نواياي سيئه. ما ابي اسمع كلام احد، تفهمون ولا لا؟ تحب تسمع كلام ابوي؟ تربايه ابوي بينت في غانم الحشاش السكير اللي ما ندري وين مكانه الحين. وانت شنو؟ نصاب. أقول سالة كلمة. سالم، محل قطع السيارات اللي غشيتني فيه يا سالم كم ملعوب غبي، لكن سكت وقلت أشوف أخرتها معاك. خذيت مني فلوس بما فيه الكفاية، وهم خذيت جزء من حياتي، لكن تاخذ مفتاح الشركة وتدش الشركة من وراي وتدور لك شيء علشان تبوقه، هذه يا سالم ما تنفهم إلا بطريقة واحدة بس. إيه صج، ما تنفهم إلا بطريقة واحدة، إن أنا زوجك ومون على كل اللي في الشركة، وعيب يا مدام أصلاً تتهمين زوجك. سالم، نجوى ما حبت تقول حق أبوي عشان ما تزيد عليه همه. وشنو همه؟ غانم
اسمع مني عاد، نجوى زوجتك كثر الله خيرها اسكتت عشاننا وعشان بيتنا، اسمعها أول شنو بتقول بعدين احكم. والله آخر الزمن الحريم صارت تأمر. تفضل يا مدام. ودك يا سالم تصير زوج محترم؟ هو الله تبي تتزوج الفلوس. شنو قصدك؟ كلامي واضح، تبيني ولا تبي الفلوس؟ طبعا أنا أبيك، لكن انتي تعرفين زين أني ضيعت عمري عشانك. انزين هذه فرصتك، يلا اختار تبيني ولا تبي الفلوس. مرتك طلعت بنت حلال وما قصرت وخلت الموضوع بيننا وبينها، ولا واحدة ثانية كان سمتك حرامي ولا اشتكت عليك؟ ماشي بو كثر خيرها، لكن حلال مرتي حلالي. قولي أنا مقصر عليك بشيء؟ ما شاء الله، هالحين هي صارت طيبة وبنت الناس وصرتوا تدافعون عنها؟ أوه ماكو فايدة، أنا أتكلم مع بزر. أنا بزر يبا؟ إيه بزر. اسمعني يا سالم، حطني على بالك زين، أنا بخيرك بين خيارين، يا أما أنك ريال تسنع وتجابر رزقك وشغلك، أو أنك تمسك الباب وتطلع برا وأنت مسؤول عن كل اللي يصير لك. إيه خلاص خلني أنا ممسح للكل. والله أنت اللي سويت نفسك ممسحة، أنا خيرتك بين خيارين وأنت كيفك. إيش قلت؟ خلاص يبا اللي تبيه، بس على شرط أنا بوسع الشغل. خلاص هلأ من بعد ما نادية تجوزت صار في عندهم رجال بالبيت، بطل الوضع مثل ما كان. اسكتي يا آية، ماني طايق اسمع شي. لا حياتي لازم تسمع. حياتي ما وقت بتضايقك ولا حتى بتغيرك. عقال يا طارق، عقال وعرف انه ما بقى بقيلك غيري يا ابو ابني. ليكي أنا لما فت على حب الظلم فت مش كذمالك، فت كذمال ابني لحتى ما يتبهدل ويشوف أمه بهذا العمر بالسجن. كتير منيح، يعني في حنية بقلبك. بس ما بنسى اللي عملتي فيه. شو يعني؟ إنه ناطر يعني الفرصة لحتى تقتلني فيها، وبكرة بس يكبر ابنك تبقى قال له انك قتلت امه. كيف انت؟ كيف قدرت تلعبي كل هالالعاب وترميها علي؟ بعد ما شفت شي انطور انطور وشوف مين آية. صحيح انه كيدهن عظيم انما حنانهن اعظم، بس يا ريت بتعرفوا تستغلوه. قومي قومي انقبري اعملي لي فنجان قهوة. أو لك في شي طريقة تانية تحكينا فيها؟ آية ما تخليني فش خلقي فيكي. يلا طيب أوكي رح أعمل لك قهوة، أرجع فرجيك الحنية كيف بتكون. مبروك المدام حامل، رح أعملكم برنامج تغذيات بشغلة. هات لنشوف كيف رح تلتزم بهالبرنامج. بوصفة الحب صحيح هي ما كتبتها بس أنا بفهمها. لا شاطر. شو اخترتي اسم؟ أنت اللي رح تختار. أوعك تفكري إنه ممكن ألفظ اسم أنت ما تختاري. أصلاً بعد بكير على هالموضوع. شبيك؟ تعرف قديه كانت المرحوم أمي بسطت بهالخبر هلا؟ الله يرحمها. غانم بكرة ذكرى وفاة ماما، تجي معها حتى زور مقبرتها؟ طبعا أكيد. خلينا نمشي. حامل؟
مبروك يا مبروك، يقبرني يقبرني اللي رح يصير اب. يا حياتي يا حياتي، مبروك مبروك يا ولاد. الله يبارك فيك. يعني الدكتوره الحقيقه وصفت لها لنادية هيك وصايا، بس انت بتعرفي هي كيف بتتحايل على المواضيع. ولا يهمك ولا يهمك، عند حماتك اللي هي امك وصايا هالقد خليها تتحلفص. وصي لنشوف بقى. شو انا بسترجي. جوليا صاحبتي عيد ميلادها وعزمتنا، هي الدعوة. والله تقلت الدعوة حتى نتقلها الهدية. بكرة فرجيها. طيب معناته الموضوع صار ما عاد بخصني أنا، صار لازم أمشي على المكتب. لوين؟ ما نتفق على شو؟ شو على شو؟ على الدعوة. شو علاقتي أنا؟ ما في هريبة، معزومين يعني أنا وأنتم. بس أنت بتعرفي أنه أنا ما بحب هيك سهرات. أنا كيف بدي أروح بدونك؟ هي ماما بتروح معي. أنا شي وأنتو شي. طيب هالمرة كرمالي بس. لك يا صبي شو كرمالك؟ كل يوم عيد ميلاد صاحبتي؟ لا 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 ما رح ينفع. أنت مش شو متضايق؟ خايف يكون في مشروب يعني؟ لا لا لا، القصة مو قصة مشروبه بس. وعك تفكر أنا بروح على سهرة وبفرح فيها من دونك؟ يعني ما في واسطة هالمرة؟ لا هالمرة ما في وسايط، بدك تروح يعني بدك تروح. وبعدين إذا بدك تشرب ما أنا مشكلة، بس شوي ما تكتر. طيب أنا موافق، بس الهدية أنتوا بتختاروها. أوكي يلا عن إذنكم. باي. كمان كبر لك الهدية؟ اه انه عادتك ولا عجبك مرتك؟ اول شيء طلع مرتي ميرسي. وتاني شيء هيها الهدية. ميرسي. تفضلوا تفضلوا. شو بك؟ ما في شيء. شو بك؟ شو صار معك؟ ليه هيك صار وجهك؟ لازم نمشي. يلا تفضل خلينا نمشي. شو بدهم يقولوا عن العالم؟ خليك. بعدين شو صار معك؟ حبيبي في حدا مضايقك؟ ايه امي؟ ها؟ لا يا جماعة شو بكن بعدكن واقفين؟ تفضلوا هاي الطاولة حجزتلكن إياها لإلكن. ما تسلميلي. يلا غنم يلا يلا ماما يلا. غنم شو بك؟ فرض وجهك بقى كرمالي. الحفلة جوا كتير حلو مش هيك امي؟ خليك عادية، ده أمر طبيعي. شو بدك تشرب يا خالتي؟ عم بشرب عصير.
غانم بكفي، غانم قلنا بكفي. ممكن تشرب بس شوي، مش هيك؟ شو في؟ ترقصي؟ ارقص ضروري. رقصة حلوة من العرسين الحلوين؟ بعدين مش هلا. كل شيء على ذوقك حبيبي؟ تمام. هلا برجع لكم. تفضلي حبيبتي. حلو هيك؟ مساء الخير. مساء النور. بخير، أهلين بابا. كيفك بابا؟ الحمد لله. طمنا، كيف دراستك؟ تمام، منيحة. يلا إن شاء الله العطلة الجاي منروح كلياتنا ومنشوف ليلى. إيه والله، ليش لا؟ كمال صار حالف علينا 100 يمين. صراحة حابب روح. يلا لطيف على الأيام شلون عم تمضى، الوقت عم ينسرق سرقة. خزلتني، خزلت الدم، وخزلت الصداقة. لما اجى واحد سكرجي واعطاني مصاري، فكرت روح لعند امي وقلها صديقي كمال اعطاني وما خزلني. بس الحقيقة انك خزلتني. انت شميت ريحتي تطلع على بابك، ونسيت ان ريحتك طلعت اقوى من ريحتي، وانت عم تطردني وانا بامس الحاجة لك. يا جماعة أهلا وسهلا فيكن جميعا. أنا بدي أشكركن على الهدايا الحلوة وعلى حضوركن اللي خلى السنة من أجمل السنين. كلكن مهضومين وبتطيروا العقل. الجاتو ساعة 12، فبليز هيك بدي إياكن دبروا حالكن باللي عم ينزل قدامكن على الطاولات، بس ما تنسوا خلوا محل الجاتو لأنه أكيد كتير كتير طيب، عكتر ما دفعت حقه. كيسكن. صحة جوليا وعيد ميلاد جوليا.
صحة الصديق اللي موجود بيناتنا. الصديق اللي وعد وما وفى. بصحة السكرجية والحرمية اللي شالوني وساعدوني. وصديقي ما جاني. بصحة هاي المرة اللي قالت لي ماما وما كانت تعرفني. غيرت لي حالتي. بصحة زوجتي نادية اللي ساعدتني وتحملتني. يا خسارة، خلص الكاس. كنت حابب اشرب بصحة الصداقة اللي ما قدروا اصحابي يشيلوها، والوعود اللي كانت اكبر من حملهم. بصحة صديقي اللي وعد ووفى بعده. في صحة السكير الحشاش الحرامي. نص بالنص. ما كانش لا سكير ولا حشاش ولا حرام. اللي كان صاحبي واللي واقف جنب صديقي من اول ما نزل لبنان. في صحة اختي. في صحة الانسانة اللي فعلا ما سابتكش ولا لحظة. في صحة أختي نادية. أهلي توفوا وقتها كنت صغيرة بحادث سيارة. أنا كنت معهم. هن توفوا وأنا ضليت عايشة وربتني خالتي. معناتها أنت وحيدة؟ عندي أخ. أوف، عندك أخ؟ بس من أب تاني. ماما تجوزت تاجر مصري ورجعوا اتطلقوا. وبعدين تجوزت البابا. ليش ما عرفتيني عليه؟ أكيد رح يجي يوم تتعرف عليه. في صحة خالتي حياة اللي هي خالة زوجة صديقي. هاي أنت عنا شغلة بدك تشتغلها بتروح؟ عنا شوية أغراض ما ننقلهم من جهة لجهة. تشتغل هيك شغلة ولا لا؟ لا بشتغل. طب يلا اطلع. في يوم من الأيام صديقي جوزني ووفى بعده. جالي الفرح وبارك لي واداني اغلى هديه. صديقي كان هيضحي بحياته عشان ينقذني. إيه اللي لولاه ما كنت أنا دلوقتي